عارفة أنا دلوقتي تخيلت غنوة سميرة وشيرين عن القوة، والله العظيم. يعني ان شاء الله كده، والله بنفكر نعمل حاجه مع بعض، بس لسه لغايه دلوقتي ما نلاقي الشكل الغنائي اللي ممكن نطلع بيه. بس هي طبعا شيرين من الاصوات اللي احب قوي 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 ان انا اشتغل مع ان اعمل معاها دويتو. ده ساعتها هنبقى احنا اللي كسبانين، لان احنا هنسمعها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، بس نلاقي الموضوع، نلاقي الشكل الغنائي اللي ممكن، بس الفكره مطروحه الحقيقه. طب كويس جدا. على كل، الى ان نلتقي، فأنا سعيد جدا بالمكالمة، وأشكرك بجد على أنه كنت معنا على الهواء الكام دقيقة دول ولو عن طريق التليفون. إلى أن نلتقي بإذن الله في الاستوديو. ألف ألف شكر، وألف مبروك. ألف مبروك، ألف شكر ليك يا سميرة، ألف شكر.